جن يا جن يا حبوب، تحب وتحن انت يا دولا بقى. اكيد بقى كنت بتمشي بقى وراها كده وتقعد تعكسها وتقول لها اكيد ماما كانت نحله علشان جابت العسل ده، اكيد ماما كانت جاموسه علشان جابت القشطه دي، صح دولا؟ يخرب بيتك، انت كنت بتمشي ورا اي بنت تقول لها ماما جاموسه وعايز تتحب. تتحب ازاي؟ يلا تتحب ازاي؟ ما فكرتش جاموسه؟ جاموسه ايه؟ عارف انا رمزي، انا كنت تقيل، انا في الجامعه كنت تقيل قوي، يعني الكلام يطلع مني بالقطاره. 4 سنين بحب واحده ولا عبرتها ولا كلمتها ولا كلمه، لغايه بقى اما خلصت الجامعه ونجحت بقى بتفوق، جبت مقبول جدا يعني مع مرتبه الدهاني، وساعتها بقى اتشجعت ورحت لها عند ممر جيمي عند التلاجه اللي هي بتاعت الميه الساقعه دي بعدين، ورحت بقى ايه قلت لها بحبك، وهي كانت بتشرب من بوز الحنفيه ساعتها. طب وبعدين دول مفيش، شربت ومشيت والحنفيه ولعت بعديها بقى. يلا مش اشكال، بس ذكريات، يلا ذكريات جميله ايام الجامعه دي. عارف اماني دي، هي دي كانت ملهمتي، هي دي اول واحده خلتني افكر في حكايه ان اكتب شعر وان انا اقعد بقى ايه يعني ابقى رومانسي وكده. كتبت فيها اشعار كتير. لا يا راجل. اول قصيده كتبتها فيها هنا. بص سمعك يا ريت. اماني، هي اسمها اماني. اماني ماني ماني اماني ياني ياني ياني، يا مدوخاني خاني خاني. ايه دول، انت كنت راكب مراجيح ساعتها؟ بص اوعى استهتر بالشعر بتاعي، ركز معايا. برغم احزاني زاني زاني، ومع اني وحداني داني داني، معاكي مش اناني ناني ناني، واروق لك الاناني ناني ناني، من عند البستاني تاني تاني بني ايه تاني 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 تاني. يا اماني ناني ناني، 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10. ايه ده دولا، يا دي قصيده رقميه ولا ايه؟ دي نمره التليفون. ايه ده، الموبايل بتاعها؟ موبايل ايه؟ بقول لك زمان ما كانش فيه موبايلات، موبايل قديم ممكن. ده نمره التليفون بتاعها. طب ما تيجي نديها رنه. رنت ايه؟ بقول لك تليفون بيتها. طب دولا اكلمها، يا دولا اكلمها، ولو حد من اهلها رد يعني اقول له انا زميلها. اقول له زميلها وجاي بسال يعني عشان المحاضره بتاعت بكره الساعه كام؟ يا ابني الكلام ده كان زمان، كان من 15 سنه، زمانها دلوقتي بقى اتجوزت وخلفت. او احتمال تكون ماتت، او وقعت مثلا من الشباك، او خبطتها عربيه. يا ابني الاحتمالات التشاؤميه دي عموما برضه هي اللي عملته في دنيتها ما كانش قليل، ده ياما استغلتني محاضرات، وكنت اكتب لها محاضرات ما كانش في تصوير بقى مستندات ساعتها، اكتبها بايدي، اكتب لنفسي واكتب لها، وكنت اجيب لها سندوتشات من ممر جيمي، شوكولاتات، عصاير، مرمطتني مصاريف. يلا الله يرحمها بقى. اتخمت بقى، اتخمت بقى، ونام، ما تعملش زي العيال الصغيره. نفضل نقول لك نام بدري، عندك مدرسه الصبح، عينيك هتوجعك من كتر ما بتشوف التلفزيون. نام بقى وتهد. ايه اللي نام وتهد؟ لعلمك بقى انا اصلا بتفرج على الفيلم ده لان فيلمه شاددني جدا يعني صراحه. شدك والنبي ايه؟ طب حسن من كتر ما بالشده بتتكفي على وشك ما تعرفش تقوم. يا لطيفه يا لطيفه يا ظريف يا ظريف يا خفيفه يا خفيفه. 2 2 4 4 6. ايه ده؟ هو انت اجازه بكره؟ لا ابدا، انا اصلي لا مش اجازه. غريب، امال ايه اللي مسهرك يعني؟ لا مفيش، اصل في فيلم شددني جامد يعني فقاعد بتفرج عليه. طب كويس، اقعد بقى اتفرج معاك. لا ما ينفعش تتفرجي معايا لان ممكن هو شددني انا اقدر اقاومه، لكن لو شدك ممكن يشقلطك في اي حته. خش نام، خش نام، خش نام. ماشي عادي. اتنين اتنين اربعة اربعة.
روحي سلامة نظرك. ده التليفون الريموت هناك. اه دايما بتلخبط بين التليفون والريموت. الفيلم ده مش عاجبني خالص صراحه، يعني فيلم وحش، انا حتى كنت بفكر اقوم انام واسيبه يعني. ليه يا عادل بقى ابعد. ايوه الفيلم ده مش بيشدني، ده بيزقني. بصي انا مش هتفرج على الفيلم، انا هخش انام انا بقى. رن يلا صباح على خير. ايوه انا عادل، مين معايا؟ أماني؟ معقولة؟ ازيك أماني؟ عاملة إيه؟ مين اداك النمرة؟ رمزي؟ تخيلي رمزي ده أول حاجة عملها في حياته صح؟ إنه اداك النمرة طبعًا. يا أماني! يا حاج شلقة أماني، أخبارك إيه؟ والله وحشني جدًا يا حاج شلقة أماني. إيه؟ أنت فين؟ لا والله يعني عارف، هو بس يعني الظروف اللي حصلت يعني، لكن مسير الحي يتلاقى. طب بص بقى حاج شلقة أمان، انا يعني هكلمك بقى بالليل كده في الهدوء، هنبقى نتكلم براحتنا يعني. والله زمان يا حاج شلقة أمان. لا هكلمك بالليل طبعا، بس انت بقى اوعى تخرج بالليل، اوعى تروح السوق ولا الكوافيه الحلاق مثلا، تكون عايز تحلق ولا حاجه. ويعني ما تنامش بدري يا حاج شلقة أمان. هكلمك ماشي. يعني شوي ماشي. باي يا معلم. ايه في حد يقول لي معلم؟ باي. ايه ده، وانت فكرك ايه عن المعلمين اللي هم كانوا زي بتوع زمان بقى ويلبسوا الجلابيه والعمه والبتاع؟ لا معلمين دلوقتي مختلفين تماما. يعني مثلا عندك حد زي الحاج شلقة أماني، ده راجل خريج مدارس اجنبي. لا راجل متفتح جدا. هخش الاوضه بقى يعني عشان يلا. مش هننام ولا ايه؟ بيبي انت وحشتني قوي. طيب ما تشوفيش وحش. ايه الرد ده يا ابني؟ ايه ماله الرد؟ ما رد زي الفل اهو. لا اكيد في حاجه مزعلاك يا بيبي. بالعكس بقى، انا اكيد في حاجه مفرحاني. يعني ايه ده، انت هتنام ولا ايه؟ ايوه ده انا نمت اصلا من نص ساعه. يلا صباح يا اخي. وانتي من اهل. ايوه أماني بجد وحشتك. طيب قوليها تاني كده. انت وحشتيني اكتر. عارفه أماني، يا ريتني كنت اعترفت لك من 15 سنه، اكيد كان كل حياتي اتغيرت. بس ولا يهمك، ملحوقه يا أماني، ملحوقه. أماني انا ممكن اقول لك يا منمن؟ ايوه زي زمان. ايوه يا منمن ايه هتنامي؟ طيب ماشي. لا اقفل انت الاول. لا انت الاول. طب بقول لك ايه رايك نقفل احنا الاثنين مع بعض؟ ماشي هعد لغايه 7 وبعدين نقفل. 1 2 3 4 5 6 7. ها ما قفلتيش ليه؟ الو قفلتي.
يا صحابي يا أهلي يا دي يا رمزي، أنا عايز أخدكوا في أحضاني. حاجة غريبة، حاجة مريبة، الدنيا لها طعم عجيب. أنا ديك واصحى من النوم ألاغيك وابعت فرخات صحيح. دولا انت مزاجك عالي قوي النهارده. قوي 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 يا رمزي. ولا رمزي انت عمرك سمعت عن الحب الاولز؟ طبعا الحب الاولز ده دولا ده اكترهم تفوقا، ده شاطر جدا. فعلا هو اكترهم تفوقا، لان طبعا الحب انواع، بيبقى فيه حب فاشل وفي حب مثلا بيبقى ناجح بس بمادتين، وحب ناجح قوي بس ده بقى حب اشطرهم. ده صح يا يخرب بيتك. يا دولا انت اي حاجه يعني تخص الجنب الشمال اللي بيقعد يدق كده اسالني انا. تعرف يا رمزي انا ندمان على العمر اللي عدى ده بعيد عن الحب الاولز، بس عادي ملحوقه. وهتلحقوا ازاي يا دولا؟ هو بيطلع الساعه كام ده النهارده؟ الساعه 5:30. ايه ده انت هتقابلها من 5:00 و5:30 وانا واقف خلف الناس؟ يا حبيبي عليك الكوس حبيبي وبس. بس كده خطر يا دولا، كده خطر بصراحة. يعني احتمال باباها ومامتها واخوها وخالتها وبتاع يبقوا رايحين نفس المكان بالصدفة، هتعمل ايه؟ الصدفة العائلية المركبة دي انت جمعتها ازاي؟ دي عايزين قلبهم يا ابني دول. دي صدفة محتملية يا دولا. لا بص يا رمت، ما تخافش ما تخافش. ايه ده انت فاكر ان انا هضربك ولا يلا؟ يا ده انت ابن عمي يلا، ده انا بحبك يلا يا رمزي. بص النهارده البازار ده بتاعك، انت مدير البازار، لا انت صاحب البازار، تعمل فيه كل اللي انت عايزه بقى، تكسر البضاعة، تقفل الباب، تفتح الباب، ما تبيعش، تنام، تصحى براحتك خالص يا رمزي، عشان تعرف انا بحبك قد ايه. ربنا يخليك يا دولا. اهم حاجة لو رانيا اتصلت هتقول لها ايه؟ هقول لها ما تتصليش هنا تاني يا بت. قشطة؟ قشطة. من 5:00 و5:30 وانا واقف بستناك. هات الكرسي ده، هات الكرسي ده وتعالى اقعد هنا. اقعدوا اقعدوا، المشوار هات بحالي. حضرتك معلش انا اسف يعني، هو بس المكان ده محجوز يعني. يا واد قلت لك ما تلعبش في مناخير اخوك يا واد، احسن قسما عظما انسل الشبشب على وشك. حضرتك انا مش معترض يعني على تربيه اولادك يعني بالطريقه اللي انت شايفاها صح، وتنسلي الشبشب ده وضع طبيعي. انا ما تنسل اللي عليا شباشب يعني، بس حضرتك يعني يا ريت تنسلي بعيد لان هنا محجوز حضرتك يعني. نفس هزارك يا مضروب، عامل نفسك مش عارفني وبعدين تيجي وتعاكسني بعد كده. مش عارفك ايه. هو حضرتك هو انت ام اماني؟ نفس هزارك بتاع زمان بس تقل شوية. ده انا ما خلفتش غير 3 مرات، واحد راح وخلاص، وهم دول اللي فضلوا عادل وعدولة. تقول لي يا بنتي اماني مسميهم عادل وعدولة ليه؟ اقول لك على اسمك، بيفكروني بيك. عادل اكلمه لما ابقى عايز اتكلم معاك كده في موضوع مهم، موضوع جد. انما عدولة بقى لما ابقى عايز افتكر ايام زمان، ايام سكشن 4 ومدرج 6 اللي قدام حمام الصبيان. حمام الصبيان حضرتك بصي انت صراحه يعني شكلك مش اماني خالص. انا عارفه ان انا حلوت واتدورت شويه. اتدورت ايه؟ قولي اتكعبرتي يعني. معلش لو حضرتك اماني انا بقى مش عادل. بطل بقى هزارك البايخ ده. حضرتك بصي ماشي، لو شكلك مثلا اتغير هنقول عوامل التعريق، عوامل التغطيه، لكن كمان صوتك اتغير ازاي؟ يعني حضرتك وانت بتكلميني في التليفون انا كنت سامع صوت مختلف تماما، ده انا السماعه كانت بتترعش، كان صوتك واصل لي نغمات مجسمه. انا كده صوتي في التليفونات وتليفونات الترنكات والكابين يبقى كده. وانتوا مركبين في بيتكم كابين التليفونات ولا ايه؟ بصي حضرتك عموما يعني حتى لو انت اماني فانا خلاص يعني متشكر قوي وفرصه سعيده، والسلام عليكم. السلام عليكم يعني ايه؟ يعني مش هشوفك ولا ايه؟
حضرتك ما تشوفيش وحش يعني، كمان 15 سنة إن شاء الله هتشوفيني وبراحتك خالص، ويكونوا حتى الأولاد كبروا ما بقوش يلعبوا في مناخير بعض يعني. سلام عليكم. خمسة إيه و15 إن شاء الله؟ أقعد أستناك 15 سنة؟ طب أنا أروح فين ال 15 سنة؟ أقعد فين ال 15 سنة؟ أيوه حضرتك يعني عادي جدا تقعدي مع أبو عادل وعدولة يعني. أبو عادل يا أخويا خلع، خلع من أول رجل اديتها له بعد ألوهاتك اللي قلتها لي. حضرتك بصي يعني خلع ما خلعش، انا مش مسؤول عن الحكايه دي خالص يعني. اني مش مسؤول عن الحكايه دي؟ بقول لك ايه، انا شمة كده يا اخويا بقى ريحه جيش يقرب، وسيبيني اكون نفسي واسطر اختي الاول، وابويا هيحرمني من الميراث وهيسلم الميراث لاخويا اللي مش شقيقي وحاجات كده. انت عايز تخلع ولا ايه؟ ايه انت هتخوفين يعني؟ ما انا برضو شامم يعني. شامم ايه عنيا؟ شامم ريحه نضرب لنا ورقتين عرفي، وبقول لك ايه، هو الواد اللي في بطني ده ابني زي ما هو ابنك، ونعمل تحليل دي ان ايه ونلف على المعامل. لا لا، مش كل الطير اللي تاكل لحمه، انا مش كده. اسمع بقى يا حبيبي، انا غير كل البنات دول، تحب تسمع؟ احب اسمع. سمعني. اسمعك يا عنيا. ايه ده اهو؟ وانا اقول مبنى الاذاعه ده بيطلع منه الشرايط دي ازاي؟ يعني كنت اعترفت لك من 15 سنه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اكيد كان كل حياتي اتغيرت. ايه ده؟ لا 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 لا، حرام عليكي. انت ايه؟ انت ما عندكيش اخوات بلاستيك؟ حرام عليكي. تعملي فيا كده؟ تمسكي عليا زل عشان امنت لك؟ كان عندي وخلص يا عنيا. انا عملت لك ايه طيب يعني حضرتك؟ طيب طلباتك ايه؟ تكتب عليا حالا يا اخويا، انا خلاص سمعتي اتلطت. ايوه اكتب عليكي ايه بس يعني حضرتك؟ ده صعب يعني، صعب ان انا اعمل حاجه زي كده، انا راجل متجوز وعندي بنت يعني. اسمع بقى يا عدولة يا حبيبي، انا عسلي عسلي ومر مر، لا تدوق عسلي لا دواك المر. حضرتك انت ايه بتخوفيني يعني ولا ايه؟ ما انا برضو يعني، ما انا برضو شرباطي شربات وخلي خل، يا تدوقي شرباطي ينقعك في الخل. ايوه في تماثيل وفي طفات وفي كل حاجه. خلاص ماشي يا فندم، سلام. قوم يلا قوم يلا كده كده تديها لمرتي يا حيوان. ايه ده ايه ده؟ هي رفضتك؟ يا ريت رفضتني، دي مسكت فيا بايديها واسنانها، عايزه تدبسني في جوازها. شرع ربنا يا دولة. ايه انت لسه معاك تلاتة يا ابني؟ وبعدين بص، احسن انك تطلق رانيا اصلا وابتدي من الصفر. يا ابني دي اساسا مضبعه. اطلق رانيا ايه؟ رانيا بالنسبه لها ملاك، ده كفايه ياسمين بس الواحد يبص في وشها ساعة الصبح. ايه؟ اقدم لك سيد اخويا، سيد مستودع. هو ده يا بيت؟ هو يا اخويا. بقى انت بقى بتغرغر باختي. غرغر بيها ازاي حضرتك؟ ما ينفعش نغرغر بيها خالص، دي ممكن يبقى فيه استحلاب بس على صغير يعني. غرغر ولا ما غرغرش يا بيت؟ غرغر يا اخويا بس على خفيف كده. اخس اخس يا دول عليك اخس، بقى انت تطلع الدوم وندل للدرجه دي؟ ياه بص بقى معلم، لازم يكتب عليها. الله ينور عليك يا هندسة. ما احنا لينا اخوات بنات برضو. وبعدين الغلط ملموم. ولا بص، مش ناقصك النهاردة خالص، اطلع برا. ايه انت عايز توملس؟ ما شوف بقى، ذوق عافية، يمين شمال فوق تحت، حركات مكسرات، ابيض على اسود، هتصلح يعني هتصلح. حضرتك اصلح ايه؟ ما هي زي الفل قدامك، مش محتاجه اي تصليح. وبعدين حضرتك انا معيش العده يعني، وبعدين حتى لو معايا العده اجيب لها منين قطع؟ وبعدين حضرتك النهارده احنا اجازه عشان عيد العمال. يعني مش عايز تصلح؟ خلص الكلام. وانا تيتو نعمينا معلمي. ايه ده تيتو مش شبه الفيلم خالص. ولا حرب ايطاليا. أمانة معلمي. حرب ايطاليا هو يلا، بس قبل ما يجي بقى على مصر على طول، كان اما جه مصر حالا. ولا مافيا. أمانة سيدي معلمين. ايه ده وحضرتك عندك كله اكشن كده؟ مفيش حاجه خفيف خفيف رومانسي مثلا؟ العشق والهوى، شورت وفانيلا وكاب مثلا. وده كاب. عمرك يا معلم، هو ده. ايه ده ما شاء الله، شكله طيب عنهم خالص، واد الشورت فعلا والفانيلا والكاب. ما ده الصغير بس ملوش كلمه هنا. يا سلام، اهلا وسهلا بيهم كلهم، يعني مجموعه هايله. ده الصغير اكيد ما جابش ايرادات طبعا يعني. انا برضه عندي الصغير ده ملوش كلمه. واد رمزي.
خلاص ماليش كلمه ولا لي حضور حتى حضرتك. عموما انا جاهز، يلا ابتدوا تضربوا بقى عشان مستعجل. يلا هتضربوا في الوش الاول ولا ايه؟ بصي انا غلطان وندمان ومش هسالك يعني صراحه هتعملي فيا ايه، ولو انت قلقانه ان انا اخونك يعني واتجوزها، لا اكيد مش هتجوزها، حتى لو سيد مستودع ده فجر فيا المستودع كله يعني. محدش يقدر يمس شعره منك طول ما انا عايش على وش الدنيا. ربنا يخليكي ليا يا رانيا. هتعملي ايه؟ سيبني اتصرف. ماشي يعني خلاص مسامحاني؟ لا طبعا ما سامحتكش، سيبنا تصرف الاول وبعدين يجي بعد كده حسابنا مع بعض. ماشي اوكي. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انت تنام جنبي هنا ولا ايه؟ يلا يلا حبيبي، يلا يا بابا اجلينا بره، يلا يلا. انت تاخد مخده؟ مش 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 اهلا اهلا، ازيك يا سيد؟ ازيك يا اماني؟ ازيك يا عدوله؟ انا مش عايزك تزعل من اللي حصل امبارح. بالعكس يا عم، ده اللي حصل امبارح خلاني اتمسك بأماني اكتر. يعني انتوا عيله محافظه واضح طبعا، واحنا برضو عيله محافظه، فالمحافظات يخشوا في بعض يعني نبقى جمهوريه مع بعض يعني. اهلا وسهلا. ما ده العشم برضو. اهلا اهلا. احب بقى اعرفكم بعيلتي. مبدئيا اعرفكم بمراتي الاولانيه. انت يا بنت يا نمره واحد يا فتحيه. ايوه جاي اهو يا عاد. عملت ايه يا بيت؟ زغطت الانارب وحطيت الكزب للبط وللمعيز وبزرت وحصدت وخزنت ولميت وتاني جايه على طول. ايه ده؟ ايه الموسم السريع دي؟ دي اسمها فتحيه دلتا، دي مراتي الاولانيه. اركني على جنب يا بيت، اعرفكوا بقى بالتانيه. اصبر، نمره اتنين تجمع. Oui, mon chéri, je t'adore, je t'adore. Qu'est-ce que tu veux? I'm at your service. اه ومش فاهم منها اي حاجه من يوم ما اتجوزتها. دي نمره اتنين. دي يا سيدي اسمها ثانيه صرافه، حضرتك هي دي المسؤوله عن الفلوس في البيت. انا طبعا متجوزها عشان فلوسها يعني. يا روحي اقفي جنب درتك، اجري يلا اقفي جنب درتك هناك. دي متجوزها يعني وبستغلها، فانا من اول ما اتجوزتها بستغلها بقى، باخد فلوسها واخليها تقعد تصرف علينا طول الوقت. اصبر اصبر اعرفكم على نمره ثلاثه. نمره ثلاثه تجمع. من ناحيه قلبي ونار قلبي حبيبي حبيبي يا حبيبي، لو داس على طرفي لقاها بالسر. دي مراتي نمره ثلاثه يعني. اهلا وسهلا. ها عملت ايه في القطر اللعبه اللي انا جبتهولك يا بيت؟ ركبته يا عاد. حلو قوي. طب والطياره الورق اللي انا عملتها لك؟ فكرتها في البرج يا عاد. طيب روح اركني جنب درايرك هناك، اتكل على الله. دي مراتي نمره ثلاثه يعني، اسمها سوسن الهبله. طب دي اتجوزتها لي كمان اهو. برضو الواحد يعني بيحمد ربنا على نعمه العقل، كل ما اشوفها افتكر العقل اللي عندي، احمد ربنا الحمد لله. ها عايزين نشوفوا حد تاني ولا ايه؟ انت بقى يا اماني هتبقي نمره اربعه، لان صراحه الحجم ده انا ناقص عندي خالص زي ما انت شايف يعني، فانت هتنوري البيت وتبقي نمره اربعه حلالي. بص انا هوصل بقى اشتري العفش من دمياط واديك رنه تكون جهزت. يلا يا سيد. لا تديني رنه ايه؟ لا لا لا، ما انا عندي العفش لسه مغير النابوليا كلها. لا 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 برضه برضه الامر يعني يعني ما يسلمش يعني، يعني نظبط امورنا يا بينا يا اماني. وبنشيني كويس يا بنت. مع السلامة، مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. خدوا الشر وراحوا الحمد لله. رانيا حبيبتي، رانيا رانيا، شكوكو، سمعة سمعة.